أنا آسف. ما أخذت علي موسيقى، هذا بيتي. هذا غرفة كعشرة. أول دروس أنا عملي هون. 20 سنة اشتغل هون. هون كان دروس كرال، سلفيج، كارماني، تخليل موسيقى، توزيع. ما بعرف، هذا غرفة مثل قلبي. يعني إذا أنا بيجي هون أنا دائما بيجي يشوف ونضيف هون أو مو ينضيف. إذا مو ينضيف أنا نادلي يلا يلا يلا. إذا لاخ مثلا مشكلة أنا دائما تالي هون. إذا ما في خادة أنا لاخ على الشغل هون، لأنه أنا خبر هذا غرفة. بعدين 20 سنة أنا مو ساكن هيك روسيا. 20 سنة صار هيك شو دمشق أكتر شيء أنا ساكن، الشغل أكتر شيء ما حتالي موسيقى. Ну, бежу с халям. Ашрин сыны Москву. Да, хэк. Европа, Русия, Фия, Мухаттад, Дираси музея. А вообще, валят с гирь. Ада, медреса музея, митали Махатараби. Баден фи колледж. А баден Махатали музыка. Нахнажа айгун, хэк, мусар. Он кян Махат Махатараби. Валящи. Молящий мафи сальфеч, ксир калиль, назаряд музыка. Мафи ши, а беден фауран бежи махат али музыка. Ктир сааб шогаль. И тулап му дайман фигман, шу бисир, киф лязим шогаль, пшан шу. И вот пшан нахна лязим гада мухаттат исавые. Ада митель бина исавые, згир, згир, згир. Вот я на факер шу, как лязим исавые. Бежу забат. Бежу забат, но халя фи ктир мухриджин. Тулап супер. Киф матулап бедаем. Бедаем матулап кулё заглян мини. Но она мафемет, масалян. Из-за мабы штагали, она мафемет хата. Она дайман соль, лечен тагун. Из-за энта бежигун, лязим шухать, халас, гир мафи, сыбаб. Из-за мама марида, у папа марида, у энта мунаема, у кеман тани ши, а у жуан, маб ты фримай. اللي بعرف استاذ فيكتور 4 سنين. اول ما فتنا على المعهد كنا نعرف مين هو الاستاذ فيكتور، بنسمع عنه كثير ومتشوقين بس لحتى نعرف مين هو هذا الشخص العظيم. فتنا وتعرفنا عليه اول شيء بالكورال واعطانا هارموني. كان هو الشخص اللي كثير منضبط، هو اللي كثير بيحب النظام، هو الأستاذ القاسي كتير بعض الأحيان، الحنون كتير بأغلب الأحيان. كان مثل أبونا وأخونا ورفيقنا، يعني ما بننسى كتير لحظات من دروسنا، من وقت نكون بقمة التركيز وعم ناخد درس لوقت نكون عم ناكل بهدلة ونحن عم نصحح لنا وظائف الهارموني بالكوريدور. قضينا معه أحلى أيامنا يعني، والكل بيحبه والكل ما بينسى يعني. شخص كتير كتير بنحبه، كتير شخص مهم، كتير طورنا موسيقياً، ويعني يعتبر صرح من صروح المعهد. الأستاذ وقت حدا يخربط أو وقت يعمل شغلة ما بتعجبه فهو بياخد 0، بس البنات ما بياخدوا 0. هيك الأستاذ فيكتور بحب البنات، البنات ما بياخذوا 0، والبنات الحلوين ما بياخذوا 0 ولا بيزعل منهم الاستاذ فيكتور. وهي قصه 0. 0 هي كمان هي الكلمه اللي كثير مميزه بالنسبه للاستاذ فيكتور. انا احب طلاب، بعدين اذا طلاب في مشكله انا دائما ما طلاب مو استاذ، لانه كانون وقت اذا استاذ بده يساوي مشكله بشان طالب كثير بسيط. هذا غلط، هذا غلط كبير. لأنه واحد ستاس ممكن يساوي علامي كويس عشان إذا خبو طلاب، غير ما خبو علامي ننزل. هذا كمان غلط. واحد طالب
في علامة 100%. سنة ثالثة بعدين أنا أجيب وراء إدارة كله شلون هذا 100%؟ ليش 100%؟ أنا أقول لها 100%. كيف ستاس ما تعرف 100%؟ أنا أقول لها ستاس أكيد ما تعرف 100%، لأنه ستاس عارف كتير، أطالب تعرف من هون لهون التعرف 100%. شو سؤال؟ ليش ألامي ما؟ لا لازم ألامي 99. أنا ستاس أقول لا، إذا ستاس طالب تعرف من هون لهون 100% ألامي 100%. إيه ما في شيء. مثلاً واحد صار هيك، واحد بنت ما يجي بروفا كارمينا بورانا، بنت سوبر ما يجي هيك، خلاص روح برا ماخد أستاذ فلوت ما بدو كلام. أنا بدن بجيب شان أستاذ سولخي سالتا ليش هي ما يجي بروفا؟ أنت تعرف هذا مش ليه، هذا ما بيصير هيك خلاص. أنا ليش ما بيصير وقت مرة ما يجي لأنه في مريضة؟ لا هي كذاب مو مريضة. أستاذ سولخي أنا ما بدي أحكي معك، أنا بدي أحكي معك، ما بيصير هيك. سنة خامسة آخر سنة روح برا غلط. ما ليش هي برا لأنه هيك. بعدين أنا فكر هيك شو مو كل وقت طلاب ممكن بسرعة فكر. في طالب كتير بسرعة فهمت دروس، أ في طالب مو بسرعة لأنه نحن يسوي سيستم مخطط هيك. وظيفي لازم جيبه مو بشان دروس، وظيفي لازم جيب قبل دروس. ليش كل واحد إذا جيب وظيفة كريدور شفته وظيفة يسوي تسليخ كمان يسوي دروس؟ ليش هون غلط؟ ليش هون غلط؟ ليش هون غلط؟ بشان تطور، تطور بشان طلاب. إذا مثلا جيب وظيفة بشان دروس 15 شخص، إذا 30 وظيفة نص ساعة لازم تشوف وظيفة، لأنه هذا السيستم 100%. إذا مثلا واحد ما جيب أنا أقول صفر أكيد، أنا ما بدي أشوف قبل دروس أو قبل أو بعد دروس. مو هيك تقريبا. ما بعرف، في كتير طلاب هذا صديقي، نو صديقي برا مو صديقي هون. هون أنا ما فهمت شيء. هون أنت طالب أناستاس في البيكاسو كمان. البيكاسو هي وقت كنا نجيب وظائف الهارموني يكون فيها الوظيفة خطأ أو خطأين، يعني خطأين مو ثلاثة. فبيخبر عليها، بيعملها لوحة وبيرجيها لكل الصف إنه أرجينا البيكاسو تبعك اليوم، أرجينا البيكاسو تبعك اليوم. فهي هيك بيكون فيها خطأين أو ثلاثة يعني. أستاذ فيكتور أول مرة تعرفنا عليه بأول مرة إجا فيها على سوريا كانت العام الدراسي 92-93. كنا إحنا أول دفعة بالمعهد، يعني إحنا كنا أول شيء شفناه. شخصية فريدة يعني من نوعها، أستاذ قاسي جداً، عصبي جداً، بس كنا نحبه برغم كل عصبيته، كنا نحبه. تعذب معنا كتير طبعاً لأنه إحنا هون ما كان عنا أساس قبل ما نبلش دراسة، فهو كتير تعذب لحتى بنى هذا الأساس. تعلمنا كتير شغلات معه. وقت تخرجت بال95 دغري اشتغلت معه، فأنا فعلياً صار لي هلأ 17 سنة بشتغل مع هالأستاذ، يعني أنا بشوفه أكثر ما بشوف أهلي فعلياً يعني. هو عنيد بتحقيق الشيء اللي بده إياه. كان في عنده فكرة تأسيس كورال بسوريا، وهذا الكورال يكون نواة لأول كورال احترافي بسوريا. وفعلاً هو أول كورال احترافي مو بس بسوريا، يعني حتى على مستوى الوطن العربي هو مميز. كتير حارب مشان هالكورال، وأسسنا هالكورال بال2001، كنا أنا وياه أول عضوين بهذا الكورال. حارب كتير وتعذب كتير وبده يوصل كان، وكان وقت يعصب ويخانق ويطبش على الطاولة وعلى البيانو، بس كان يقول أنه بالنتيجة أنه أنا رايح، أنا هذا مو لإلي هذا الشغل، أنا بيوم من أيام رح أرجع على بلدي وهذا الشغل رح يبقى لإلكم لأنه أنتم البقيانين هون. ففعلاً برغم كل عصبيته ومزاجه فكنا نحبه لأنه كنا نعرف أنه هذا الشغل لإلنا كان، يعني فعلاً أساس فظيع. يعني إحنا عم نحكي هلأ عن 19 جيل فعلياً خرجهم هو من المعهد العالي. أستاذ فيكتور تعرفت عليك كنت طالب أنا. طبعاً هو أول سنة بدفعتنا بخصوص كان عندنا سوء حظ أنه ما درسنا بالسنة الأولى، نحن كنا شايبة كتير مشاغبة، وعددنا كان كتير كبير، كنا 44 طالب، وهذا بمعهد موسيقى كان شغلة كتير سيئة.
وكان دائما هو يدخل عدد طلاب هيك كثير بعدين بيقل كل سنه. نحن ضلينا مثل ما نحن تقريبا نحن تخرجنا شيء 35 طالب. فكان هذا سوء حظ لنا باول سنه كنا بالدراسه ما درسنا الاستاذ فيكتور لانه خاف من العدد وكنا مشاغبين كثير ما بحب الضوجه نتيجه هو تفكيره بالعمل فقط ما بحب الزايحه مثل ما بيقولوا. بالسنه الثانيه وبالسنه الثالثه لحتى احتكينا معه كاستاذ وطالب. وطبعا انا اشتغلت معه بالكورال وقت كنت طالب كان عندنا ماده كورال انا اشتغلت معه 5 سنين كورال بالمعهد. طبعا شغله هو كثير بروفيشنال ما بيرضى انه يكون في غلط بالتمرين ابدا. اذا بتجي بعد دقيقه من الدرس طبعا بيكون الباب مسكر او دغري بايده بيعملنا انه اطلع لبرا ما في فوت. علمنا الالتزام يعني التزام بالعمل الالتزام بالصدق بالعمل التزام بالوقت يعني هو زلمه ما بتتخيلي يعني الشغل عنده كتير دقيق وما بيقبل لا هيك ولا هيك يعني بده يمشي هيك خلص بده يمشي هيك. إنسانياً هو عم قلك ما كان بس أستاذ يعني إحنا كنا نشكي له همومنا يعني تخانقنا مع حدا نجي نقله زعلنا من حدا نجي نقله كان أب يعني في أب فعلاً فعلاً مثل أب يعني كان. بتذكر كتير قصة ظريفة صارت إنه كنت سنة أولى وكنت عم بعزف شغلي على البيانو. لما فتح الباب علي وقال لي انت مين كاتب هاي الشغله فقلت له انه انا كاتبه فتفاجأت انه اسمي موجود عنده بفئه الهارموني وقال لي انت مسكين وفعلا كنت كثير مسكين يعني بس بعدين كانت النتيجه كثير عظيمه. كملت معه اختصاص واشتغلت معه كتاب بتخيل يعني هو كان شغله كثير عظيمه لقدرنا هيك نخزن خبرته لاستاذ فيكتور بطريقة ما صارت متداولة وموجودة بين يد مين ما بده يستفيد. وبعدين بعد ما خلصت معه شغل الكتاب انطبع الكتاب وأنا بلشت تدريس معه وشغل هون بالمعهد كمساعد لألي. هلا اللي بدي أقوله عن أستاذ فيكتور بصراحة أكيد شهادتي فيه مجروحة يعني بس أنا أول شغلة فخور إني كنت من الأجيال اللي خرجها ودرسها يعني. أكيد فيكتور هو يعني لازم أوصفه بالشخص العصبي وهيك بس مو دائماً نحن بنظلمه مرات يعني أحلى اللحظات هي لحظة التخرج اللي بتحول فيها الأستاذ فيكتور لصديق وبيصير فعلاً يبلش يتطلع فينا ويعاملنا هيك كرفقات ومننسى كيف كان طبعاً الصفار هيك ملونة دفاترنا مثل ما بيقولوا هيك فيعني هاي ذكريات حلوة لحظة التخرج أنا بذكره دائماً هي اللحظة ما بتروح من بالي كيف تحول الأستاذ فيكتور من الشخص العصبي للشخص اللي حابب فعلاً يساعدنا برسم مستقبلنا يعني فهي لحظات أثرت فيني يعني. بس أنا تخرجت من المعهد حكمت الظروف أنه أنا صرت رئيس قسم النظريات بالمعهد. أنا قعدت أنا 6 سنين رئيس قسم النظريات وهذا القسم هو اللي بيكون بيتوكل له هو تسيير الأمور الدراسية بالمعهد لكل المواد النظرية. كل شيء احنا كنا نتعلمه شوي شوي. كان في عنا استاذين بالمعهد هن اللي كانوا يوجهوني بهذا القسم وكان طبعا رقم واحد هو استاذ فيكتور وفي مدام بيلا هن اللي يعني هن المسؤولين عن المواد النظريه. فانا كنت اي شيء كنت ساوي من قرارات او خطه درسيه او شيء كان دائما استاذ فيكتور هو اللي يكون الموجه لها، هو اللي بيعرف احنا ما كثير عنا معرفة بهي الأمور وتسييرها. هو عمله كتوجيه بالكورال أو كقسم هو بالكورال بس طبعا كان دائما الكورال له حضور بالأوركسترا. إحنا وقت كان الله يرحمه أستاذ صلحي كان غالب الحفلات يكون فيها كورال مثل مثلا ما كان يقصد أستاذ صلحي يشارك الآلات الشرقية مع الأوركسترا بقطع سولو عود أو قانون أو ناي بمرافقة الأوركسترا. كمان كان الكورال دائما هو مشاركنا. استاذ فيكتور هو يعني اغلب رح يحكي عنه هو انه القساوه تبعه هو كان يعطي طبعا جديه للعمل كثير فكانت مشاركاته بالسيمفوني كثير حلوه. هي دائما تكون قطع للكورال بمرافقه طبعا الاوركسترا من اوبيرات او اغاني او اريات هي يشارك فيها الكورال. هلا بدي احكي شوي عن شخصيه الاستاذ فيكتور. بيمتلك شخصيه كثير مركبه، يمتلك حس المدرس ويمتلك
يمتلك ملكة التدريس. في ناس بيقولوا عندهم معلومات كبيرة ما بيعرفوا يوصلوها، هو فنان بطريقة إيصال المعلومات للطلاب وفنان بالقيادة. بتتفاجأ بالكم الهائل من المعلومات اللي عنده، مثلا بتلاقيه أحيانا بيعطيك نصائح بالغناء، أستاذ الغناء أحيانا ما بيقدر يوصل لك إياها يعني بالطريقة اللي بيقدر هو يوصلها. عنده كاريزما غريبة، حتى قادر يضبط الجمهور بالمسرح. بعام 2006 خلصت باب الحارة 2، قلت ماذا بعد، لأنه حسيت حالي أنه أنا كأني سقفت موسيقيا. سألت كثير من رفقاتي أنه أنا بدي أخذ دروس موسيقى، قالوا لي أنت بدك تأخذ دروس موسيقى اسمك معروف، قلت له ما كل شيء لحال لازم أتعلم، قالوا لي ما لك غير أستاذ فيكتور بابينكو. طلبت منه بدي أخذ دروس خصوصي، رحب أجا بسرعة، قال لي شو بتعرف أنت بالموسيقى، قلت له ما بعرف شيء. أكيد هو لأنه بعلمه وبخبرته ممكن يعرف من أول 10 دقائق بس يقعد أي إنسان شو عنده، لأنه هو مختص بهالقصة، هو كوندكتر بالأساس يعني. طبعاً بلشت لي، أعطاني أول وظيفة ما كتبتها، أجا أعطيته حجة من فاضي أستاذ، بس ثاني مرة أعطاني وظيفة ثانية كمان ما كتبتها، أجا لعندي وين وظيفة؟ في 2 وظيفة، قلت له أولادي ما أولادي، أنا طبعاً بدي الشغلة بالساهل. ثالث مرة أجا لعندي اللي وين وظيفة؟ قلت له أستاذ والله لسه ما كملت كلمة، اللي انت واحد كذاب وحبر حاله ومشي. لك أستاذ وين رحت؟ لحقته مسكته على الدرج هو وطالع، قلت له أستاذ فيكتور وين رايح انت؟ التفت علي وأنا هي شغلة ما بنساها بحياتي، قال لي انت سعد الحسيني برا، العالم بيحب سعد الحسيني برا، بس انت هون طالبي ما بدك تدرس؟ أنا ما بجاي مشان مصاري، بكرة انت مو منيح بيقولوا أستاذ مو منيح. قلت له خلص خلص، لأنه ضربني على الوتر الحساس وحسستني. قلت له شو بدك؟ قال لي وظيفة، حتى أنت بجوز تحسها سخيفة وظيفة. قلنا له خلص، قال لي بتوعدني بتوعدني، وبلشنا بقى بالوظائف سنة كاملة. وعم حسيت حالي خلال 3-4 أشهر، طبعا هو جمع لي معلوماتي اللي كانت عندي وضف لي كثير عليها، حسيت حالي أني أنا صرت أفضل موسيقيا. سعد حسيني هذا طالبي، أكيد طالبي، أنا كتير أحبه لأنه الله أعطاه تأليف موسيقى، وممكن كتير بسرعة 15 دقيقة 10 دقيقة في ميلودي، الميلودي حلو. مثلا في مو كل واحد ممكن يسوي تأليف موسيقى مثله، ليش مثلا هذا الظالمي تأليف كتير كويس، هذا الظالمي مو كويس، لأنه الظالمي بسيط، إذا ميلودي بسيط هذا كتير كويس، الناس ممكن غني هذا الموسيقى. في مثلا موسيقى غير شيء بجوز حلو، ذكرت هذا ميلودي مستحيل. عشان سعد حسيني هذا فيه قصة الفيكتاتور، قلت له أستاذ ليش بيقولوا لك فيكتاتور؟ قال لي لأنه أنا معروف عني ما في مزح، درس درس، بعدين بعد الدرس ما في مشكلة، صداقة ما في مشكلة. وقت أجا لعندي ودرسني اشتغلت معه شغلة، قلت له شو لازم نعمل هون؟ تفض دغري علي، قال لي كلمة كمان ما بنساها، هلا هي موجودة عندي إني أنا ما بحب حدا يتدخل بشغلي، بس باعتبار هو أستاذي يعني لازم أعطيه الأفضلية له. قال لي أنت الكمبوزر مو أنا، أنت لازم تعرف وين رايح وين جاي، أنا هون بكرة بروح، بس اللي أنت بتتعلمه هون هذا بيضل معك. حسيت هذا الإنسان إنه في عنده فكر أهم شيء، والأكثر من هيك في شيء اسمه ضمير، لأنه اللي ما عنده ضمير بهالحياة ما بيصير، أنا هذا رأيي، لأنه المصاري بتيجي بتروح ونحن بنعمل مصاري، لكن الفكر إذا واحد ما بيعرف يجيبه لعنده عنده مشكلة.
فينا نقول له كلمة أستاذ فيكتور يا شكراً. يعني طبعاً كتير كلمة قليلة لأنه هو اللي حط القواعد هون بالمعهد. يعني أنا دائماً بقول لو ما أستاذ فيكتور ما في معهد عالي الموسيقى، هو اللي حط لنا قواعد كل شيء هون. طبعاً وقت ما أجا من سنة 92 لهلا، وأنا دائماً عندي أمل أنه هو يعني هو هلا رح يسافر. إحنا صلنا 5 سنين بنسمع منه رح يسافر، والحمد لله ضل معنا، وأنا بتأمل أنه هو رح يرجع إن شاء الله. بجوز مو السنة الجاية، بس أنا متأمل كتير أنه هو رح يرجع لأنه هو كتير حب سوريا. أستاذ فيكتور كتير تقدم له عروض وقت كان عم يشتغل هون من برات سوريا طبعاً، ونحن وقت نقول عروض رح تكون هي عروض كتير أفضل من هون، بس هو ما كان يرضى لأنه كان يقول أنا أحب كتير سوريا. بدي أقول للأستاذ فيكتور أنه إحنا بنحبك كتير، يعني بالرغم من كل الأيام الصعبة اللي مرقت يعني والخنايق، بس انت شخصية ما بتتكرر اكيد. يعني اكيد انا ما بتخيل انه رح يجينا مثل هالكاريزما مثل هالشخصية اكيد. يعني اهم شيء انه هو تعايش مع هالبلد كأنه بلده فعلا. احنا وقت بنحكي بنحسه هون سوري، هو ما انه روسي. حب الموسيقى العربية واشتغل معنا على الموسيقى العربية، وانت شخصية ما رح تتكرر لا انسانيا ولا موسيقيا بتخيل. يعني وبتمنى له انه يعني ان شاء الله نرجع نشوفه مره ثانيه سواء هون سواء هنيك، بس بتمنى اكيد انه نرجع مره ثانيه ونشوفه وما يكون هي النهايه. يعني مو كتير ناس اللي حفروا اسمهم بقلبي، بس الانسان حفر اسمه بقلبي. واستاذ فيكتور انت مفضل علي. بدي اقول له شكرا، وبدي اوعده انه يعني ربي اولادي بالطريقه اللي هو ربانا فيها، لانه فعلا كان اب وكان مخلص بمعنى الكلمه. اللي عمله هو لسوريا أولاً وللمعهد يعني فعلاً لازم يعني بيستحق عليه كل التقدير، وهو شخص عظيم. إذا بدي أشكره ما في كلمات، ما في كلمات أبداً. شو بدي أقله؟ يعني بدي أقله كتير شغلات، إنه بدي أقله ما رح ننساك أكيد. بتخيل هو ما رح ننسانا، صعب نحن ننتسى، تعبنا كتير وعذبنا ونحبه كتير. نقول له أنا بنحبه كتير وما رح ننسى أكيد. نتمنى نشوفه بعدين. أنا بس أنا دائماً أحكي مع هيك، أنا كمان مليون مرة هذا حكيت. أنا كتير أحبه هذا بلد. أنا أحبه مو بلد، بلد ممكن أحبه مو أحبه، هذا غير موضوع، نفس الشيء. ناس بلد أحبه مو أحبه. وقت أنا ساكن هون 20 سنة في غون في كتير صديقي، في كتير صديقي. أنا أشوف ناس إي كويس إي مو كويس، نو أكتر هون ناس كويس. عشان الربيع أنا كان أشوف، أنا كان أردن، أنا كان لبنان، أنا كان إيراكي، كان ألجير، وين أنا كمان؟ إمارات، أنا كان أمان، سوريا أحسن، والله أحسن. أنا ما بدي إذا هون في مشكلة عشان هالبلد، لأنه كل مساء قبل نام أنا ما بقدر نام هيك. أنا دائما بفكر كيف ناس هون، كيف صديقي، كيف طلاب، كيف بس ناس سوري، لأنه بدي مثل قبل بيقولوا إذا بدن مو كويس جو هون ثقافي ما في. أنا ذكرت كيف كان قبل كيف هلا،
هيك إيه هيك صار إيه هذا ممكن برجع ننزل ما بدي هذا كل واحد أنا بدي حيات كتير منيح بدي أقول كل واحد من تعرفني من أنا أعرف صحة أساسي إيه طريق بدون مشاكل قلبي ما سوري أكيد